مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية. بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب متوسطة منارات تبوك النموذجية الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرسنا اليوم عد النواتج. الأهداف: احسب عدد النواتج الممكنة باستعمال الرسم الشجري، احسب عدد النواتج الممكنة باستعمال مبدأ العد الأساسي، أجد احتمال حادث. وقد سبق ودرسنا جزء بسيط عن الاحتمالات وعدد النواتج. نقوم بتجربة مثال تمهيدي. لاحظ لدينا ثلاث مدن ألف وباء وجي. نريد لشخص ما الوصول من المدينة ألف إلى المدينة جي مرورا بالمدينة باء، وعليها أن يسلك هذه الطرق. كم طريقة يمكنه بها الوصول للمدينة جي؟ أول طريقة يسلك هذا الطريق الأزرق، وأي من هذه الطرق الثلاثة للوصول إلى جي؟ أزرق مع الأخضر، أو الأزرق مع البرتقالي، أو الأزرق مع البنفسجي، ويكون لديه ثلاث طرق. أو أنه يسلك الطريق الذي لونه أحمر هذا مع هذه الطرق الثلاثة، أحمر مع الأخضر، أو أحمر مع البرتقالي، أو أحمر مع البنفسجي، وهكذا. بكم طريقة انتقلت من المدينة ألف إلى المدينة جي؟ باستعمال ست طرق. كم عدد الطرق بين ألف وباء طريقين؟ بين ألف وباء طريقين، يبقى عدد الطرق اثنين. كم عدد الطرق بين باء وجي؟ ثلاث طرق، يكون عدد الطرق ثلاثة. كم عدد الطرق بين ألف وجي؟ ست طرق. ما ستستنتج من واحد واثنين وثلاثة الملحوظات الثلاثة السابقة؟ أنه 2 ضرب 3 6، يعني قمنا بعملية ضرب 2 اللي هما الناتجتين من المدينة ألف للمدينة باء، ضرب 3 اللي هي نتائج من المدينة باء للمدينة جي. استعد. وهذا فقرة موجودة في كتاب الطالب. مطعم: يمكن لرواد أحد المطاعم اختيار وجبة الطعام من القائمة المجاورة. لدينا قائمة طعام فيها نوعين من المقبلات، ثلاثة أنواع من الطبق الرئيسي، نوعين من الحلوى. ما عدد اختيارات كل نوع؟ المقبلات 2 كما قلنا، الطبق الرئيسي 3، الحلوى 2. ضع قائمة بالوجبات المختلفة جميعا التي يقدمها المطعم. يعني علينا اختيار وجبة مناسبة تحتوي على نوع من المقبلات، نوع من الطبق الرئيسي، نوع من الحلوى، عليك الاختيار أي نوع. لدينا اختيارات عديدة: حساء مع لحم مع كعك، حساء مع لحم مع كعك، وهكذا. وبتبديل الاختيارات يكون لدينا 12 وجبة ممكنة. كيف حصلنا على 12 وجبة؟ كما قلنا سابقا بعملية الضرب أيضا، ضربنا 2 ضرب 3 ضرب 2، 2 ضرب 3 6 ضرب 2 12، يكون لدينا 12 نتيجة لقائمة الطعام. الناتج هو أي واحد من الخيارات الممكنة لتجربة ما، يعني الناتج هو أي خيار من الخيارات الممكنة. الحادثة هي ناتج واحد أو مجموعة من النواتج. تسمى مجموعة النواتج الممكنة نواتج، أو تسمى بكلمة فضاء العين. الرسم الشجري هو أحد طرق إيجاد فضاء العين. استعمل الرسم الشجري لتحديد عدد الوجبات الممكنة في المثال السابق. المثال السابق مثال قائمة الطعام أمامنا، مقبلات نتيجتين. لاحظ معي طريقة رسم الرسم الشجري. للمقبلات خيارين، فنقوم بعمل سهمين متقابلين في نقطة، هكذا سهمين للحساء والسلطة. يكون عدد الأسهم هذه حسب عدد الاختيارات اللي موجودة في المقبلات، خيارين يكون سهمين، ثلاث خيارات يكون ثلاثة أسهم، وهكذا. الطبق الرئيسي ثلاث خيارات لدينا، إذن يمكننا رسم ثلاث قطع صغيرة عند نهاية اختيار الحساء، ثلاث قطع صغيرة للاختيارات الثلاثة للطبق الرئيسي.
وبتكرارها عند الاختيار الثاني. والنوع الثالث من الاختيارات الحلوى، وله نتيجتين. إذا نقوم بعمل قطعتين أو سهمين صغيرين عند كل مرة وهكذا، ثم نقوم بكتابة النتائج التي قلنا عليها أنها فضاء العين، يعني هذه المنطقة خاصة بفضاء العين، ونقوم بكتابة فضاء العين بهذه الطريقة: حساء لحم كعك وهكذا، الاختيارات حساء لحم مثلجات وهكذا، بتجربة القراءة وهكذا نكتب فضاء العينة، يكون لدينا 12 عنصر في فضاء العينة. مثال آخر: استعمل الرسم الشجري لتحديد عدد النواتج عند إلقاء قطعة نقد مرتين. لدينا قطعة نقد، نريد أن نلقي قطعة النقد، إما تكون صورة أو تكون كتابة. الرمية الأولى صورة أو كتابة، الرمية الثانية ممكن تكون صورة أو كتابة أيضا، وكذا نقوم بعمل قطعتين للرمية الأولى صورة وكتابة، وقطعتين للرمية الثانية صورة وكتابة، يكون لدينا فضاء العينة أو النواتج 4 نواتج لفضاء العينة. الرمية الأولى كتابة والثانية كتابة، الرمية الأولى كتابة والثانية صورة، الرمية الأولى صورة والثانية كتابة، أو الرمية الأولى صورة والثانية صورة، وهكذا، فيكون لدينا 4 نواتج. مبدأ العد الأساسي، ويمكن أيضا إيجاد العدد الكلي للنواتج باستعمال الضرب، وتسمى هذه الطريقة بمبدأ العد الأساسي. إذا كان عدد النواتج الممكنة للحادثة ألف هي سي وللحادثة باء هي صاد، فإن عدد النواتج الممكنة للحادثة ألف مطبوعة بالحادثة باء هي سين ضرب صاد. يعني لو لدينا مجموعة من النواتج لأي حادثة، ومجموعة من النواتج لحادثة أخرى وهكذا، ومجموعة من النواتج لحادثة أخرى، نقوم بضرب نواتج الحادثة الأولى في نواتج الحادثة الثانية ليكون لدينا عدد النواتج الممكنة جميعها. ففي المثال الأول كان عدد النواتج الممكنة نتيجتين في قائمة المقبلات، 3 نواتج في قائمة الطبق الرئيسي، نتيجتين في قائمة الحلوى، لذلك قمنا بضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 يكون الناتج 12، لذلك استخرجنا 12 نتيجة. أما في المثال الآخر قطعة النقد، كان لدينا قطعتين نقد، لكل قطعة نقد خيارين صورة أو كتابة، يبقى للقطعة الأولى خيارين 2 والقطعة الثانية خيارين 2، 2 ضرب 2 يساوي 4، يكون عدد النواتج 4. مثال: المسجد الحرام، وهذه صورة تبين جزء من المسجد الحرام. استعمل المعلومات التي على يمين الصفحة لتحديد عدد الطرق المختلفة لدخول 3 أشخاص إلى المسجد الحرام. نقرأ المعلومة الموجودة: عدد أبواب المسجد الحرام 155 بابا، أشهرها باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد، وباب الفتح وباب العمر. يعني لدينا 155 باب لدخول شخص معين المسجد الحرام. طب إذا كان لدينا 3 أشخاص يريدون الدخول من أي باب من الأبواب؟ هناك 155 باب لدخول المسجد الحرام، عدد الطرق الممكنة للشخص الأول 155، وهكذا الشخص الثاني لديه 155 طريقة، والشخص الثالث أيضا لديه 155 طريقة. لاحظ أن 3 أشخاص سوف يستخدمون 3 أبواب من 155 باب في كل مرة. وباستعمال مبدأ العد، فإن عدد الطرق الممكنة يساوي 55 طريقة عدد اختيارات الأولى، 55 ضرب 55 وهكذا، يكون الناتج كما هو موضح 3,723,875. إذن يوجد عدد طرق مختلفة عديدة لدخول 3 أشخاص إلى المسجد الحرام. فقرة تحقق من فهمك، فقرة موجودة في كتاب الطالب. يقدم أحد المطاعم 3 أصناف من الطعام. لدينا 3 أصناف من الطعام، لاحظوا دقة القراءة، بـ5 أنواع من التوابل. إذا لدينا 5 أنواع من التوابل، وهذه الأصناف قد تكون باللحم أو بدونه، يعني لدينا خياران، فكم عدد خيارات الطعام الممكنة جميعها؟ أصناف الطعام 3، أنواع التوابل 5، باللحم أو بدون اللحم هناك خيارات. إذن بضرب هذه الاختيارات 3 ضرب 5 ضرب 2 يكون عدد خيارات الطعام الممكنة هي 30 خيار. نتجه إلى فكرة أخرى في الدرس، وهي كيفية استخدام عدد النواتج في إيجاد احتمال حادثة. يطلق على الحادثة حادثة عشوائية
إذا كانت فرص حدوث جميع نواتجها متساوية، وفي هذه الحالة يساوي احتمال الحادثة نسبة، ونسبة هنا تعني تقسيم، يعني نسبة عدد نواتج الحادثة إلى العدد الكلي للنواتج، يعني نسبة لديها بسط وهو عدد نواتج الحادثة، ومقام هو العدد الكلي للنواتج. نلاحظ في هذا المثال يتكون جدول يوم الاثنين للصف الثاني المتوسط من المواد، هذه هي 7 مواد تكون جدول يوم الاثنين، فما احتمال أن تكون الحصص الثلاثة الأولى هي رياضيات ثم رياضة ثم اجتماعيات بالترتيب. لدينا جدول حصص، هذه المواد 7 مواد. الحصة الأولى نريد أن نختار لها أحد الاختيارات السبعة، إذن هي لديها 7 اختيارات، يعني مادة الرياضيات يمكن أن تكون الأولى، يمكن أن تكون الثانية، يمكن أن تكون الثالثة، وهكذا. لكي تكون الأولى يبقى لدينا 7 اختيارات للرياضيات أنها تكون المادة الأولى. حجزت المادة الأولى، أصبح لدينا فقط 6 اختيارات. إذن لأي مادة من هذه المواد 6 اختيارات لتوضع في أي مكان من هذا الجدول. إذن لوضع الرياضة مثلا في الحصة الثانية يكون لدى الرياضة 6 فرص لتكون في الحصة الثانية، لأن الحصة الأولى شغلت بالرياضيات. ثم لوضع مادة في الحصة الثالثة ولتكن مادة الاجتماعيات لديها 5 طرق، لأن شغل حصتين الأولى والثانية، وبضرب عدد النواتج الممكنة 7 ضرب 6 ضرب 5 يساوي 210 طريقة، يعني يوجد 210 طريقة ممكنة لوضع الرياضيات والرياضة والاجتماعيات تكون الـ3 حصص الأولى في اليوم الدراسي. طب احتمال أن يحدث هذا يكون هو عدد مرات حدوث الحادثة 1 على عدد جميع النواتج الممكنة 210، يعني يساوي 1 على 210، وبالقسمة يكون الناتج 0.5 من 1000 أو 0.5 من 100%، وهو احتمال ضعيف جدا. تحقق من فهمك؟ ما احتمال أن يكون مجموع العددين الظاهرين هو 12 عند إلقاء مكعبي أرقام؟ لاحظ معي، مكعب الأرقام هذا له 6 أوجه مرقمين من 1 إلى 6، كل مكعب مرقم إلى 1 إلى 6، وعند إلقاء المكعب ينتج لنا وجه على السطح نستطيع قراءة الرقم عليه في 6 أوجه، يعني احتمال يكون في 6 نواتج عندنا، وفي هنا 6 نواتج في المكعب الآخر. ما احتمال أن يكون لو ألقي المكعبين، ما احتمال أن يكون العدد الظاهر على هذا الوجه وهذا الوجه مجموعهم 12؟ نلاحظ الاحتمالات الواردة، المجموع ممكن يكون 2 بـ1 بـ1 أو يكون 3 وهكذا. هذه هي نواتج جمع العددين الظاهرين على الوجه العلوي لمكعب الأرقام وهكذا. لاحظ كل النواتج الممكنة 36 نتيجة، نتيجة من 6 ضرب 6، 6 نواتج المكعب الأول و6 نواتج المكعب الآخر، ينتج لدينا 36 نتيجة. الخانة الوحيدة أو المرة الوحيدة الذي يكون فيها مجموع العددين الظاهرين 12 هي مرة واحدة فقط، عندما يجتمع الوجه 6 في المكعب الأول مع الوجه 6 في المكعب الآخر ليكون مجموع العددين 12. إذن لدينا مرة واحدة فقط، إذن احتمال ظهور العددين اللذين مجموعهما 12 هو 1 على 36، 1 لأنه ظهر مرة واحدة، على 36 لأن مجموع النواتج الممكنة جميعها يساوي 36، يبقى إذن الاحتمال يساوي 1 على 36. سؤال آخر من فقرة تأكد. يستعمل موظف إحدى الشركات رموز للدخول على شبكة المعلومات الخاصة بالشركة، فإذا كان الرمز يتكون من حرفين هجائيين يلي ذلك 4 أرقام، يعني يقوم الموظف بوضع 6 خانات، خانتين للحروف الهجائية و4 خانات للأرقام. حرفان هجائيان من 28 حرفا هجائيا، يستخدم الموظف حرفين من 28 حرف، يعني عدد الرموز الممكنة من الحروف 28 ضرب 28 يساوي 784، ولكتابة 4 أرقام لديه نظام عشري مكون من 10 أرقام من 0 إلى 9، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكذا، يكون عددهم 10. الموظف سيستخدم أي 4 أرقام من 10،
أي 4 أرقام من الـ10 أرقام. إذا عدد الرموز المستخدمة للرقم الأول 10، وللرقم الثاني في كلمة السر 10، وللرقم الثالث 10، وللرقم الرابع 10، وبالضرب يكون الناتج 10 آلاف. وباستعمال مبدأ العد الأساسي يكون عدد الرموز الممكنة للموظفين هو 784 الناتجة من الحرفين الهجائيين ضرب 10 آلاف الناتجة من الـ4 أرقام، يكون الناتج هكذا 7,840,000 رمز. مثال آخر: سحبت كرة من صندوق يحوي كرات مرقمة من 0 إلى 9. يعني لدينا الـ10 أرقام الموجودين في النظام من 0 إلى 9 وهما 10 أرقام، وسجل الرقم ثم أعيدت الكرة إلى الصندوق وسحبت مرة أخرى. يعني يكون لدينا كل مرة 10 أرقام ونسحب 4 أرقام، فما احتمال تسجيل الرقم 1111؟ سحبت الكرة 4 مرات من 10، عدد النواتج الممكنة للسحب 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 يساوي 10 آلاف. لإيجاد الاحتمال يكون لدينا نسبة بسط ومقام مرة واحدة على عدد النواتج الممكنة جميعها 10 آلاف وهكذا. عدد نواتج: حدد نواتج مبيعات محل لعصائر البرتقال والتفاح والفراولة بحجمين صغير وكبير. لاحظ، سنستعمل الرسم الشجري. لدينا في العصير 3 اختيارات: برتقال وتفاح وفراولة، وضعناهم هكذا. ثم لاختيار الحجم لدينا خيارين للحجم، إذا نقوم بعمل قطعتين صغيرتين من البرتقال بالحجم صغير وكبير، وهكذا بالتكرار في الخيار الثاني، وهكذا بالتكرار في الخيار الثالث، ويكون لدينا فضاء العينة أو النتائج. لدينا 6 نتائج: برتقال وحجم صغير، وهكذا برتقال وحجم كبير، برتقال تفاح وحجم صغير، تفاح وحجم كبير، فراولة وحجمها صغير، فراولة وحجمها كبير. يكون لدينا 6 اختيارات. نتج الـ6 اختيارات من ضرب 2 اللي هو حجم صغير أو كبير، ضرب 3 اللي هو نوع العصير، 2 ضرب 3 يساوي 6. تدريب آخر من تدرب حل المسائل: استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة لكل مما يأتي. يعني إذن للتحديد الأكثر في السؤال، لإجابة سؤال عدد النواتج الممكنة يمكننا استعمال مبدأ العد الأساسي. لإجابة سؤال اكتب فضاء العينة أو اكتب جميع الخيارات الممكنة نستخدم الرسم الشجري. يبقى الرسم الشجري يستخدم لكتابة فضاء العينة وكل النواتج الممكنة، أما مبدأ العد الأساسي يستخدم لإيجاد فقط عدد النواتج الممكنة بدون رسم. اختيار أحد أيام الأسبوع عشوائية وإلقاء حجر نرد. أيام الأسبوع لدينا في الأسبوع عدد أيام 7، اختيار يوم واحد يبقى اختار يوم واحد من 7، يبقى لدينا 7 اختيارات. والاختيار رقم من حجر النرد، عدد الأرقام في حجر النرد 6، الاختيار رقم يبقى لدينا 6 اختيارات. يكون لدينا باستخدام مبدأ العد الأساسي عدد الخيارات الممكنة لأحد أيام الأسبوع وإلقاء حجر النرد، عدد النواتج الممكنة 7 ضرب 6 يساوي 42 نتيجة. سؤال آخر: استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة لكل مما يأتي. حل 5 أسئلة من نوع اختيار من متعدد ذي الـ4 اختيارات. عدد الأسئلة هما 5 أسئلة. حل 5 أسئلة من نوع الاختيار من متعدد ذي 4 اختيارات، يعني لكل سؤال 4 طرق للحل. إما تختار الإجابة ألف، أو تختار الإجابة باء، أو تختار الإجابة جيم، أو تختار الإجابة دال. يعني لكل سؤال 4 طرق للحل. إذا لدينا عدد النواتج الممكنة للسؤال الأول 4 طرق، وللسؤال الآخر 4 طرق، وهكذا 4 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 4 5 مرات، يكون لدينا 4 أس 5، ويكون الناتج 1024 طريقة لحل السؤال. إذن في هذا الدرس درسنا كيفية رسم شجري، كيفية عمل رسم شجري لإيجاد فضاء العينة لعدد من النواتج،
وكيفية استخدام مبدأ العد الأساسي لتحديد عدد النواتج الممكنة بدون رسم، وكيفية استخدام عدد النواتج الممكنة لإيجاد احتمال حادثة بقسمة النسبة بين عدد نواتج الحادثة على العدد الكلي للنواتج. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإلى اللقاء في درس آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.